السيدة ريتا، يعني جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت أكبر من أي كلام توصف به. الوضع الإنساني مثلا في مستشفيات غزة، ومنها على سبيل المثال مجمع الشفاء، 120 مصابا في العناية المركزة التي ليس بها سوى 60 سريرا فقط. يعني كيف تنظرين إلى هذه المأساة وإلى المسؤولية القانونية والإنسانية للاحتلال الإسرائيلي عن هذه العملية العدوانية؟ أولاً لا يمكن التحدث عن أخلاقيات الاحتلال الذي يمارس انتهاك كامل للحقوق، حقوق الدولية وحقوق الإنسان وكل ما هو متعارف عليه في العالم حتى هذه اللحظة، ويفلت من العقاب ولا يتم محاسبته على هذه الانتهاكات الجسيمة لكل ما هو معروف بمسمى حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وبالتالي نحن اليوم في قطاع غزة، إذا تحدثنا عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، نحن وصلنا إلى ما بعد مرحلة الصفر، استنفاذ كامل لكل الطاقات الممكن استخدامها في القطاع الصحي، تعطل عدد كبير جدا من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل نتيجة نقص الوقود بشكل أساسي، نتيجة نقص المواد الطبية أيضا، وطبعا هنالك تهديد بحياة الكثيرين مع نفاذ الوقود بشكل كامل، لأن الأجهزة الطبية لم تعد قادرة على العمل بدون توفر الوقود اللازم لتشغيل هذه الأجهزة الطبية. مستشفيات القطاع تعمل أضعاف قدرتها الاستيعابية، ليس فقط في أقسام العناية المركزة التي تتحمل ضعف أو أكثر من المصابين، وإنما تم إفراغ حتى أقسام الولادة وأقسام أخرى للأمراض الدائمة أو المزمنة في القطاع من أجل استقبال الحالات الطارئة نتيجة العدوان الإسرائيلي. يتم إجراء بعض عمليات جراحية في الممرات لعدم شغور غرف العمليات وعدم توفر غرف عمليات كافية لمعالجة المصابين. يتم تكديس الجثث أمام المستشفى لأن أصبحت من الرفاهية تشغيل حتى ثلاجات الموتى التي لم تعد تتسع إلى أعداد هائلة جداً من الجثامين، أصبحنا ندفن بمقابر جماعية، لربما بعض الشهداء لم يتم التعرف على أسمائهم أو تشخيصهم قبل دفنهم، ولكن أصبح من الاضطرار دفنهم وبشكل سريع جدا لعدم توفر إمكانية وضعهم في الثلاجات الموتى. بمعنى حتى بالأمس يعني وصل إلى مسامع أنه أجريت عملية لم يجدوا في المستشفى خيوط طبية لإكمال يعني خياطة الجراحة بعد الانتهاء منها، وبالتالي يعني أصبحت هناك حتى مفاضلات في من يقوم بعلاجه ومن من لا يقوم بعلاجه، من الحالات الميؤوس منها، من الحالات التي هنالك أمل في تقديم المساعدة الطبية لها. وصلنا إلى ما بعد مرحلة ما يوصف بالإنسانية أصلا في قطاع غزة، خاصة في القطاع الصحي، ومع انتشار الأوبئة أيضا نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب، نتيجة تحلل الجثث تحت الأنقاض التي لا يوجد معدات كافية للدفاع المدني لإخراجها من تحت الأنقاض حتى اللحظة. يعني هذه الشراسة والإجرام الإسرائيلي المتعمد لفرض أمر واقع تطيح السؤال، أو يعني تفرض السؤال عن العملية السياسية، وإلى أي مدى يمكن أن تشهد حلحلة في المرحلة المقبلة مع زيارة وفد حماس إلى موسكو وشروط حماس للإفراج عن الأسرى المحتجزين لديها؟ يعني ما مدى إمكانية إحياء هذه العملية في ذلك التوقيت وقبول هذه الشروط؟ يعني اولا خلينا نتحدث انه الخطاب كان من قبل الفصائل المقاومه ومن حماس بشكل واضح جدا منذ بدء هذه العمليه انه لا يمكن التفاوض على اطلاق سراح المحتجزين تحت اطلاق النار، هذا اولا. ثانيا العمليه العسكريه لها دائما اهداف سياسيه، بمعنى لا يمكن مطالبه حركه حماس بالتنازل عن جميع الاسرى دون اي مقابل وحتى دون فتح ممرات انسانيه او فرض هدنة لإطلاق النار، هذا يكون يعني نوع من الحديث العبثي. وإسرائيل لا تريد أن تنزل عن الشجرة ولا تريد أن تتفاوض في هذا الموضوع حتى لو أدى ذلك إلى قتل جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، في قطاع غزة بيد المقاومة. وبالتالي هي ليست يعني مكترثة تماما إسرائيل لموضوع ملف الأسرى ولا تأخذه بجدية، بقدر ما هي تريد فرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة، تريد إحداث لربما انتصار وهمي بعد الهزيمة التي لحقت فيها في 7 أكتوبر هذا الشهر. وبالتالي أعتقد أن فكرة المفاوضات مع الإسرائيليين ما زالت بعيدة
المدى مع هذا التعنت الإسرائيلي، بالرغم من أنه موسكو أعلنت عدة مرات بأنها تعمل بشكل جدي على الحوار مع إسرائيل لمحاولة التوصل إلى اتفاق لفتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار والتفاوض على موضوع الأسرى بنفس الوقت وبنفس التوقيت وبشكل موازي. هنالك أيضا محاولات قطرية للتوصل إلى حل في موضوع ملف الأسرى، ويبدو أن حتى المصريين في تدخلهم في هذا الملف استطاعوا تقسيم الأسرى إلى أسرى المدنيين أو أصحاب الجنسيات المزدوجة، وهذا ما أعلنت الفصائل المقاومة عن استعدادها عن إطلاق سراحهم في الفرصة المتاحة عندما تتاح الفرصة من خلال هدنة لوقف إطلاق النار وبعض الشروط يعني التي تم وضعها آنيا، بينما يتم التفاوض على الأسرى العسكريين بطريقة مختلفة وبمقابل سياسي لربما هو المقابل الذي تحدث عنه حتى يعني محمود عباس، ليس فقط المقاومة، أسرى مقابل أسرى، إفراغ الأسرى من السجون الإسرائيلية، الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. ولا يمكن للعالم أن يكون عادل إن لم ينظر إلى الأسرى الفلسطينيين بنفس الطريقة التي ينظر لها للأسرى الإسرائيليين في يد المقاومة. سيدة ريتا، الجهود الدولية بخلاف يعني جهود الوساطة من روسيا وقطر ومن مصر بشأن الأسرى، الجهود الدولية لا سيما في أروقة الأمم المتحدة التي فشل مجلس الأمن بها أكثر من مرة في إصدار مشروع قرار نتيجة الفيتو، إلى أي مدى يمكن أن تتحلحل هذه الجهود وتحدث يعني تقدما في الساعات المقبلة؟ يعني أولا كان هذه المعركة اعتبرت فحص لأخلاقيات المجتمع الدولي والتزامه بالقانون الدولي وآليات الأمم المتحدة التي أثبتت بشكل قاطع بأنها أصبحت عاجزة عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية أو حتى التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بعد مئات القرارات التي عُرضت بالفيتو وآخرها 3 قرارات لمحاولة وقف إطلاق النار، والتي كانت محمومة في هذه المحاولة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بمنع تمرير أي قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالعكس هي فقط تريد إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لمزيد من القتل وتبرير هذا القتل بالدفاع عن نفسها، متخطية كل تعريفات وكل اتفاقيات الحروب التي وضعت منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم. أعتقد أن الأمم المتحدة ما زالت تثبت فشلها في آلياتها لإحداث أي تغيير على أرض الواقع في الواقع الفلسطيني في ما يحدث على من احتلال وانتهاك للقانون الدولي من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية حتى اللحظة. أعتقد أن المحاولات ما زالت مستمرة، ولكن لا أعتقد بأنها ستتوصل فعلياً إلى تغيير الاصطفاف الدولي الذي أصبح واضحاً ما بين الاصطفاف وراء إسرائيل وإعطائها الصلاحيات الكاملة لممارسة هذا الإجرام بحق شعبنا الفلسطيني، ومن بين محاولات بعض الدول الصديقة التي تنادي بالعدل والسلام الدوليين مثل روسيا والصين وغيرها من الدول بمحاولة الموازنة في الوضع ووضع القانون الدولي قيد التطبيق. هذه الحرب أعتقد إنها حرب ما بين الخير والشر، ما بين العدالة الدولية واستخدام القوة المفرطة التي فرضتها الحرب العالمية الثانية بوضع دول لها حق النقد الفيتو والتعدي على إرادة مجموعة الدول من خلال حق النقد الفيتو. هذه ممارسة القوة التي رسمت على أساسها الأمم المتحدة والتي عانينا بسبب هذه التفاوت في القوة، نعم، وجود قوة لديها الصلاحيات أكثر من باقي دول العالم بفرض إرادتها على المجتمع الدولي هي السبب استمرار النكبة الفلسطينية لأكثر من 75 عام والاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 56 عام مع عدم الامتثال إلى القوانين الدولية. وبالتالي أعتقد أننا يجب أن نبحث عن آليات دولية جديدة غير قرارات الأمم المتحدة لمحاولة رفع الظلم المتأتي على الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الاحتلال طويل الأمد. نعم هنالك مساعي دبلوماسية مختلفة، ما تقوم به روسيا، الجولة التي يقوم بها مكرون بالمقابل هي مثالين على الاصطفاف الدولي الجديد ما بين الحق الفلسطيني وما بين الحق الإسرائيلي المطلق وما بين إدانة حماس وما بين إدانة الإرهاب والإجرام الذي يتخذ بحق شعبنا. ولكن حتى اللحظة أعتقد أن هذه المساعي الدبلوماسية لم تحقق شيء ولن تحقق شيء
ما لم تتحول إلى أفعال وعقاب يمارس ضد إسرائيل وإجراءات تتخذ ضد إسرائيل لإجبارها على الالتزام والانصياع إلى القانون نعم، الدولي. ولكن يعني سيدة ريتا، بعض الآراء ترى أن إسرائيل أيضا تدفع ثمنا يعني لهذه الجرائم التي تقوم بها مع استمرار المقاومة، صفارات الإنذار التي تدوي في المدن الإسرائيلية بشكل يومي تقريبا، الخسائر الاقتصادية التي يبنى بها الاقتصاد الإسرائيلي يوما بعد يوم. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات الداخلية داخل إسرائيل على حكومة بنيامين نتنياهو؟ يعني أولا هذه الحكومة هي حكومة هشة منذ قدومها إلى الحكم، وهنالك اعتراض كبير جدا وتصيد للأخطاء لكل ما تقوم به هذه الحكومة، وهنالك شك من المجتمع الإسرائيلي بقدرة هذه الحكومة على إدارة الشأن العام الإسرائيلي والمصير الذي ستواجهه دولة إسرائيل باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، مع الممارسات يعني العنجهية التي تمارسها هذه الحكومة وبشكل علني دون حتى محاولة التستر إعلاميا أو تستير نواياها بإنهاء القضية الفلسطينية وإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني، سواء كان من محاولة مهاجمة المخيمات الفلسطينية والإغارة عليها عدة مرات منذ بدء هذا العام حتى هذه اللحظة، وسواء كان باستهداف قطاع غزة الذي يحتوي على أكبر نسبة من اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية، حيث أن 75% من سكان قطاع غزة هم أصلاً من اللاجئين، وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين هي أحد مساعي وأهداف هذه الحكومة. هذه الحكومة لديها مشاكل مع المستوى العسكري منذ تأسيس هذه الحكومة، لديها دائما خلافات في الرأي مع المستوى العسكري، لا تثق بقرارات المستوى العسكري والقرارات الاستخباراتية أو حتى المعلومات الاستخباراتية، وبنفس الوقت المستوى العسكري لا يثق في المستوى السياسي وبهذه الحكومة، ويمكن ما حدث في 7 أكتوبر هو نتيجة هذا الخلاف الكبير والمتنابي ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي في إسرائيل، والمستمر حتى اللحظة في هذه المعركة، في إدارة هذه المعركة. المستوى السياسي لديه أهداف ولديه رغبات ولديه رؤية تختلف تماما عن تحذيرات المستوى السياسي وتخطيطات المستوى عفوا المستوى العسكري وتخطيطات المستوى العسكري، هنالك تضارب بالآراء، لا يوجد توافق ما بين رؤية وزير الحرب وما بين رؤية وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا يجعل هنالك تخبط حتى في أين ستؤول مآل هذه الحرب، ما هي أهدافها السياسية الرسمية المعلنة أو حتى المخفية، هل ستحقق أهدافها في وقت قصير أم ستمتد إلى أمد طويل جدا. المستوى السياسي يتحدث عن حرب قد تمتد إلى 4 شهور أو أكثر، المستوى العسكري يتحدث أنه هذه الحرب طويلة الأمد، لا يمكن للجيش الإسرائيلي باستعداداته الحالية خوضها حتى اللحظة، أكثر من 75 مليار دولار خسائر الاقتصادية لإسرائيل نتيجة تعطل الأعمال كما قلت، نتيجة الإنفاق العسكري، كمية الأسلحة المستخدمة وغيرها من الأمور، وتزداد وتتضاعف هذه الخسائر الاقتصادية بشكل كبير جدا ومقلق بالنسبة للشارع الإسرائيلي. نعم هنالك محاولات من الحكومة لتدعيم الشكل حتى لا ينهار، ولكن إلى أي حد تستطيع الحكومة المحافظة على الوضع الاقتصادي؟ مرة أخرى إسرائيل دولة مبنية على أساس العقيدة الأمنية، وموضوع الاقتصاد هو ليس الأولوية الأولى للدولة، وهي تعلم أن هنالك روافد خارجية تدعم الاقتصاد الإسرائيلي، من بينها الدعم الأمريكي اللامحدود الذي تجاوز 22 مليار بوعوداتهم، كان هنالك وعودات في بداية العملية ب 8 مليار، ومن ثم اقترحوا زيادة هذه الحقيبة التمويلية إلى 14 مليار أخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن تمويل لا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية، من عدد من الدول الغربية التي أكدت بأنها ستقف خلف إسرائيل وتدعمها في هذه الحرب وتزودها بما يلزم لتصمد أكبر فترة ممكنة في هذه الحرب، وبالتالي هذه التطمينات من العالم والاصطفاف خلف إسرائيل فيما تمارسه من حرب سيجعل أمد هذه الحرب طويلة، وسيجعل إسرائيل أقل قلقاً بالخسائر الاقتصادية والخسائر من ناحية الأسلحة، بالرغم من الغضب في الشارع الإسرائيلي والاتهامات في الشارع الإسرائيلي لهذه الحكومة بأنها لا تدير دفة الحرب ودفة الأسرى، موضوع الأسرى الإسرائيليين بالشكل اللائق والذي يمكن أن يحافظ على تماسك المجتمع الإسرائيلي.